الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ في كيفية تسجيل طالب في النظام الجديد معنا في أكاديمية الإتقان المباركة. ثم هذا خاص تسجيل الطلاب، سواء داخل الأكاديمية حاليا دلوقتي موجودين معنا في الحلقات القديمة، أو طلاب جدد إن شاء الله سيدخلون معنا في الأكاديمية من خارج الأكاديمية. نبدأ بسم الله بالدخول على الرابط الخاص بالطلاب. نفتح هذا الرابط بهذا الشكل، يفتح معنا هذا الرابط. نبدأ في اختيار المتصفح وخاصة كروم أفضل في الدخول، يفتح معنا هذا الشكل. نبدأ في قراءة هذا الكلام بشكل يسير وبسيط. نختار اللغة الخاصة بهذا الطالب، وليكن مثلا اللغة العربية. بعد اختيار اللغة ندخل على كلمة التالي، ثم نبدأ بالدخول لهذا الفورم. يفتح معنا هذا الشكل، نقرأ بالراحة كل الكلام المكتوب، نتأكد فعلا ان الفئة العمرية الخاصة بالطالب صحيحة ومكتشفة صحيح، من 3 الى 6 سنوات ومن 7 الى 12 وهكذا. لابد من اختيار الفئة العمرية الخاصة بالطالب بشكل صحيح معنا. ثم نبدأ بعدك بالضغط على كلمة التالي بعد اختيار الفئة العمرية الخاصة بالطالب. مثلا وليكن الطالب ده خاص بالروضة، نفتح معنا كلمة التالي. بعض الناس بيضغط هنا على ارسال مباشرة، هذا خطأ. الصحيح انه ينتظر قليلا ويقرأ هذا الكلام. نجد بعض الكلمات تقول لك لتذكركم في حلقات هذه المرحلة نرجو الدخول للرابط التالي، يبقى لابد يضغط على هذا الرابط يبدأ فيه الدخول على التسجيل. يفتح معنا الفورم بهذا الشكل. بعد أن يفتح لابد أن نقرأ برفق هذا الكلام المكتوب لنستفيد منه أولا، ثم نضغط في النهاية على كلمة التالي، ثم يدخل معنا بهذا الشكل. نتأكد فعلا إذا كنت طالب تعيش داخل المملكة العربية السعودية حفظها الله أو خارجها، اختار أنت كنت داخل المملكة أو خارج المملكة أو ابنك كذلك. تضغط على ولكن مثلا أنا طالب داخل المملكة، هسكن داخل المملكة العربية السعودية، ثم أضغط على كلمة التالي هنا، ثم أبدأ بالدخول. أتأكد أن هنا كلمة تسجيل الطلاب داخل المملكة العربية السعودية، ثم أبدأ أضغط على اختيار اسم الطالب. أكتب اسم الطالب الخاص بي، أنا كنت أنا الطالب أو ابني هو الطالب، ثم نضغط العمر، ثم ماذا تنوي أن تكون في المستقبل لك أو لابنك، ثم متى ستحفظ القرآن كاملا، بعد سنة بعد شهور بعد أيام. نكتب هنا ما يعني إن شاء الله ستضع لنفسك من خطة، ثم نضغط هنا أو نكتب هنا رقم الهاتف الخاص بالطالب، ثم رقم الواتساب الخاص بالطالب مفتوح أمامه مفتاح الدولة الخاص به، ثم نضغط على نتأكد أن رقم الجوال أو رقم الهاتف صحيح، ثم إذا كان هناك صعوبات تعلم نضغط نعم، إذا لا يوجد نكتب لا يوجد، ثم نقرأ هذا الكلام وهذا التنبيه، ثم ندخل هنا تعهد بالالتزام أن قرأت هذا الكلام واستفدت منه هنا. ثم قبل الضغط على هذا الشرط، هل تم التسجيل برابط التقارير والدخول لمجموعة الحلقة أم لا؟ يبقى ما ينفعش أعلم العلامة دي قبل ما أدخل على هذا الرابط. بعض الناس بيترك هذا الرابط ويروح يضغط مباشرة على الإرسال، وهذا خطأ. والصحيح حتى يصل إلى الحلقة الخاصة به كطالب ويدخل فيها التي سيكون فيها المعلم وفيها التسميع، لابد أن يضغط على هذا الرابط. نفتح كده مع بعض هذا الرابط، يفتح معنا بهذا الشكل. بعد إتمام الدخول يدخل معنا هذا الشكل. عندي حل من اثنين، إما أن أسجل مباشرة هنا، وإما أن أضغط على ثلاث نقاط في الأعلى وأضغط على كلمة الموقع الإلكتروني هذا الشكل، بحيث كل الكلام يظهر لي بشكل واضح. وأضع البيانات الخاصة بي كطالب جديد أو لابني. الآن أنا وضعت كل البيانات الخاصة بي، الاسم والسن والإيميل الخاص بي، وضعت رقم الهاتف. إذا كنت أعيش داخل المملكة العربية السعودية بترك الخيار بهذا الشكل، لو أعيش خارج المملكة العربية السعودية وحط رقم هاتف غير داخل المملكة، أضغط على السهم ده واختار الدولة اللي أنا عايش فيها من هنا من هذه القائمة، أختار الدولة التي أعيش فيها، ثم بعد ذلك أبدأ في اختيار الحلقة من هنا من هذا السهم. هذا السهم أختار الحلقة بتاعتي، بالضغط على السهم تظهر الحلقات المتاحة التي يمكن التسجيل فيها كطالب روضة أو طالب إنجاز أو طالب مستقبل مشرق أو غيره. أختار مثلا وليكن حلقة مثلا حلقة رقم 8، وأبدأ أتأكد من البيانات بتاعتي كلها صحيحة، ثم أضغط على كلمة تنفيذ. بعد الضغط على تنفيذ يفتح معايا بالشكل ده. أبدأ هنا بظهور كود، هذا الكود أضغط على هذا المربع وأضع هذا الكود في هذا المربع. الآن نضغط على تسجيل الدخول بهذا الشكل. ممكن أخلي الصفحة بتاعتي زي ما هي كده كأنها صفحة كمبيوتر، وممكن أضغط تاني على ثلاث نقاط في الأعلى أو في الأسفل وأضغط على الموقع الإلكتروني، هيظهر بهذا الشكل. هنا بقى ظهر لي أمامي
رقم المشرف التعليمي اقدر اتواصل معاه بالضغط على علامه الواتساب ديت، وهنا قال لي تم تسجيلك في النظام بنجاح وانت الان معنا طالب في حلقات اكاديميه اتقان. طيب اتفضل بالضغط على الرابط للدخول في جروب الواتساب. هذا هو الرابط. يبقى لابد الطالب يتاكد ان هو دخل على الجروب من هنا. اذا كان في مشكله في الضغط على الجروب ده عنده يتواصل مع الرقم هنا رقم المشرف حتى يضيفه في الجروب بعد ذلك او يحل هذه المشكله. طيب ده بالنسبه للدخول، يبقى لابد ان الطالب يضغط على الرابط ده عشان يقدر يدخل لجروب الواتساب الخاص بك طالب. لو الطالب ما دخلش هنا يبقى مش هيقدر يسمع للمعلم بعد كده. طيب ازاي ارفع التقرير؟ اختار اليوم اللي ارفع فيه التقرير مثلا يوم الثلاثاء وليكن، وادخل هنا واضغط على اختار عدد الاوجه اللي انا سمعتها ورجعتها مثلا، واغير الدرجه بتاعتي اللي اعطاني المعلم اياها حسب المعلم ما اعطاني، واذكر فائده استفدتها من حفظي اليومي، واذكر كذلك ما حفظته هذا اليوم صورة كذا او من اي كذا لكذا كذا، ثم اضغط على كلمة حفظ وهنا يحفظ لك هذا التقرير، يحفظ لك هذا التقرير. ولو عايز اسجل يوم معين قبل الاسبوع ده اقدر اضغط على تسجيل التقرير وادخل هنا واعدل في البيانات واعمل حفظ ايضا واختار التاريخ الخاص بي من هنا. طيب انا عندي مشكلة في اسمي، كتبت الاسم غلط مثلا بهذا الشكل، اضغط على الاسم هنا فوق في الاعلى في اليسار اهوت، اضغط على اسمي يظهر لي كلمة ادارة حسابك عليها، ادخل اعدل اي بيانات هنا عندي من البيانات ديت. لو عندي مشكله في الايميل او مشكله في رقم التليفون او الدوله او العمر او الاسم اقدر اعدلهم واعمل تعديل هنا كده واخرج مره اخرى، يبقى انا كده عدلت اي بيانات خاصه بيا كطالب. تمام، اتاكد من رقم حلقتي ونوع الحلقه بتاعت انها روضه وانها داخلي يعني داخل المملكه، وكذلك اقدر اتواصل مع المشرف الخاص على الحلقه من هنا، وان شاء الله يكون برده هنا رقم المعلم الخاص بالحلقه بعد تسجيل المعلم في الحلقه. دلوقتي عرفنا ازاي نسجل تقرير جديد، ازاي نسجل تقرير قديم عندنا من تسجيل التقرير اليومي، نقدر كمان نتواصل مع المشرف ومع المعلم ونعدل حساباتنا، ونقدر كمان ندخل على الجروب الخاص بالحلقه بالضغط على الايه على الجروب كده هيفتح معانا هذا الشكل، تقدر تدخل على الحلقه بتاعتك الخاصه بيك كطالب وهكذا. يبقى يفتح معانا بهذا الشكل موضوع الحلقه، هيضيفك مباشره الى الحلقه الخاصه بيك، وبهنا يبقى انت كده دخلت الحلقه وسجلت في الحلقه، يبقى انت كده الان معنا في الاكاديميه، سجلت في النظام وسجلت في الحلقه، وممكن تعود مره اخرى الى رابط الخاص بتسجيل الفورم، يبقى كده انت سجلت معانا في النظام وفي الحلقات وفي تقارير وما عادش في اي مشكله عندك ان شاء الله، وسيتم اضافه المعلم ان شاء الله في اسرع وقت. بارك الله فيكم وحسن الله عليكم ونفع الله بكم، صلى الله عليه ان يرزقنا واياكم حسن صحبه القران واهل القران. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.